بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أتشرف وأشكركم على ترتيبك رئيس في هذه اللجنة المنقرة المتكونة من الأستاذ بولقمح المتحدث أستاذ بجامعة سكيكدا وزميلي وأخي الأخضر نزهر خشيمية أستاذ محاضر من جامعة 8 ماي 45 وزميلي وأخي أيضا مراد ميهوبي أيضا أستاذ محاضر من جامعة 8 ماي. اليوم نتشرف أو يسعدنا أن نكون في هذه الجلسة المباركة لدراسة ملف التأهيل الجامعي للدكتورة الأستاذة المترشحة جواسمية أسماء. نرحب بكم جميعا ونرحب بأهل المترشحة، وإن كانت أهلا بالمصور وبالأخت الأمانين. بدون إطالة إذن نبدأ ونعطي وقتا ليس بطويل رغم طول الملف للأستاذة لتلخص لنا الأعمال التي قامت بها، وأرجو أن لا تذكر لنا ما قامت به قبل المناقشة، فلتتفضل. مشكورة. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أحمد الله حمدا كثيرا على وصولي لهذا المقام، وأقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية أرحب بالأساتذة الكرام أعضاء لجنة التأهيل وكذا الحضور الكريم، كما أقدم أسمى عبارات الشكر لكل من الأستاذ الدكتور يوسف بولقمح جامعة سكيكدا على تجشمه عناء السفر لحضور هذه المناقشة وتشرفنا بمعرفته، كما أشكر جزيل الشكر الدكتور خشيمية الأزهر والدكتور ميهوبي مراد جامعة جالمة على سعة صدريهما وحضورهما المناقشة. ودكتور خشيمية الأزهر له أثر طيب بداخلي، لأنه من بين الأوائل الذين بشروني بنجاحي في مسابقة الماجستير سنة 2008 بجامعة جالمة، فأجدد له شكري. كما لا يفوتني تقديم الشكر الجزيل والامتنان العظيم للأساتذة الخبراء الذين قدموا تقاريرهم الإيجابية وهم على التوالي: الأستاذة الدكتورة صبيحي ربيعة جامعة مولود معمري تيزي وزو، والدكتورة بخميس سهيلة جامعة جالمة، والدكتورة سامية العايب جامعة جالمة أيضا. كما أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة 8 ماي 45 جالمة والقائمين عليها، وكذا كلية الحقوق والعلوم السياسية التي فتحت لنا المجال لوضع ملف التأهيل على مستواه. إذن لقد تم تقسيم هذا الملف المتواضع إلى ملف إداري، ملف علمي، وملف بيداغوجي. نبدأ بالملف الإداري. بداية لابد أن نقدم نبذة عن السيرة الذاتية للمترشحة. الدكتورة أسماء جواسمية مواليد 8 مارس 81 بالخضارة ولاية سوق هراس، أستاذة محاضرة باء كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد الشريف المساعدية. كان تاريخ أول تعيين لها كأستاذة مساعدة باء متربصة 1 فيفري 2015، لها العديد من النشاطات العلمية والبيداغوجية. الشهادات المتحصل عليها: بكالوريا علوم طبيعة وحياة ثانوية الجديدة سوق هراس سنة 2000، ليسانس في العلوم القانونية والإدارية جامعة سوق هراس أيضا 2004، شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة جامعة باجي مختار عنابة 2008، ماجستير في القانون الدولي الجنائي جامعة 8 ماي 45 جالمة في 2012، ودكتوراه علوم تخصص قانون دولي جنائي جامعة العرب تبسة 2019. المسار الوظيفي: المترشحة توظفت برتبة متصرف بجامعة محمد شريف مساعدية سوق هراس
منذ 1 ديسمبر 2004 إلى غاية 29 جون في 2015. تقلدت منصب نائب مدير معهد العلوم وعلوم المهندس للإدارة والمالية منذ 2004 إلى غاية 2006، ونائب مدير معهد العلوم والتكنولوجيا أيضا للإدارة والمالية منذ 2006 إلى غاية 2008. رئيس مصلحة دراسات ما بعد التدرج بكلية العلوم والتكنولوجيا أيضا بجامعة سوق هراس منذ 2010 إلى غاية 2015. نائب عميد كلية الحقوق لدراسات ما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية منذ 9 جون في 2017 إلى غاية يومنا هذا. أيضا كانت مشرفة في إطار نظام الوصاية تيتورا بجامعة سوق هراس في 2012، وأستاذة مؤقتة خلال سنوات 2011-2012 بمعهد العلوم القانونية أينما كانت جامعة سوق هراس مركزا جامعيا، وأستاذة مؤقتة أيضا بجامعة التكوين المتواصل 2013-2014 و2014-2015 بكلية الحقوق والعلوم السياسية أيضا سوق هراس، أستاذ مساعد قسم ب بكلية الحقوق سوق هراس منذ 1 فبراير 2015 إلى غاية 27/9/2016، أستاذ مساعد قسم ألف منذ 27/9/2016 إلى غاية 14/4/2019، أستاذ محاضر باء قسم باء بكلية الحقوق أيضا منذ 14 أبريل 2019 إلى غاية يومنا هذا. الملف الآن نأتي إلى الملف العلمي. المترشحة كان لها أطروحة الدكتوراة بعنوان الحماية القانونية لضحايا الجرائم الدولية في ظل القانون الدولي الجنائي. سبب اختياري لهذا الموضوع سنة 2012 نفوت هذه عندنا أكيد الرسالة عندنا نفوت الرسالة نهائيا نفوتها خلاص قريناها وشنا إذن نأتي إلى المقالات. المقال الرئيسي الذي وضع في واجهة الملف هو الإطار القانوني لاستغلال أراضي العرش في الجزائر، مجلة الاجتهاد القضائي، مجلة صنف جيم، تصدر عن كلية الحقوق جامعة بسكرة في 12 سبتمبر 2020. تناول هذا أو تناولت في هذا المقال أساليب استغلال أراضي العرش من أسلوب الانتفاع الدائم مرورا إلى أسلوب الاستغلال عن طريق الامتياز، وما اعترض هذا التحول بين الأسلوبين من إشكالات عملية. كذلك مقال بعنوان الصيغ المستحدثة لاستثمار الأملاك الوقفية العقارية ذات الطابع العمراني مجلة الاقتصاد والقانون جامعة سوق هراس، والطبيعة القانونية لرقابة الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري مجلة ريس للعلوم الاجتماعية والتربوية سنة 2019، ودور الخطاب الديني في تحقيق الأمن الفكري داخل المجتمع مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث الأردن أيضا جويلية 2019. التظاهرات العلمية الوطنية والدولية، ملتقى وطني حول الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون 1805 بجامعة قلمة 8 أكتوبر 2019 بمداخلة عنوانها الحماية الإجرائية لممارسة التجارة الإلكترونية في ظل قانون الإجراءات الجزائية مرحلة البحث والتحري. كذلك مداخلة بعنوان الحماية المقررة لضحايا جرائم الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون الداخلي بالمؤتمر الدولي 11 للعلوم الاجتماعية والبحوث المعاصرة بتركيا 2019، ومداخلة بعنوان مسؤولية دولية عن الجرائم البيئية بالمؤتمر الدولي للبيئة والمخاطر والصحة جامعة سوق هراس 2019، ومداخلة بعنوان دور الحماية الدولية في تثمين مواقع التراث العمراني من أجل استدامة سياحية أيضا بالندوة الدولية للتراث بحوض البحر الأبيض المتوسط بفاس المغرب في 2019. الآن الملف البيداغوجي، مطبوعة بيداغوجية بعنوان محاضرات في القانون الجنائي الدولي معتمدة من طرف المجلس العلمي للكلية بتاريخ 4 جويلية 2020. تم تقسيم هذه المحاضرات أو هذه المحاضرات وفق البرنامج المقرر في عرض التكوين
إلى خمسة فصول. تناولنا في الفصل الأول مفهوم القانون الجنائي الدولي ومصادره، الفصل الثاني المسؤولية الجنائية الدولية، الثالث الجريمة الدولية وأنواعها، والرابع نظام تسليم المجرمين، والخامس القضاء الجنائي الدولي، الإشراف وعضوية لجان مذكرات الماستر. أشرفت على مذكرتي ماستر بعد رسالة الدكتوراه، ورئاسة اللجان أيضا كنت عضوا في العديد من المذكرات عفوا. المقاييس المدرسة محاضرات في القانون الجنائي الدولي ومحاضرات في قانون التهيئة والتعمير، الأعمال الموجهة أيضا تدريس عدة مقاييس نظرية العملية الجريمة، قانون الإجراءات الجزائية مدنية وقانون تجاري وغيرها من المقاييس، أيضا العضوية في اللجان والهيئات العلمية، عضو بالمجلس العلمي للجامعة وعضو بالمجلس العلمي للكلية، نائب رئيس تحرير مجلة البحث في العلوم القانونية، وعضو باللجنة العلمية لمجلة الباحث ومجلة التخطيط العمراني والمجالي، وعضو بعدة لجان علمية لملتقيات مشاريع البحث، أيضا عضو بمشروع بحث لسنة 2020 حماية الخصوصية المعلوماتية في ظل التحديات الأمنية، كما حكمت العديد من المقالات في مجلة الباحث في العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سقراس. وفي الختام شكرا على حسن الإصغاء، وأعيد الكلمة للسيد رئيس الجلسة.